هذه العبارة. أريد معلومة لغوية نحوية بسيطة تفتح لنا. شنو المعلومة النحوية البسيطة؟ التفت إلي بنا نتركها. فتح الله معلومة بسيطة، مو فعل وفاعل، فتح فعل ولفظ الجلالة معلومة بسيطة. طيب عندنا سؤال، المفعول وينه؟ يعني اللي الله فتح وينه؟ مذكور في الكلام؟ بكم فتح الله وبكم يخلق. طيب شنو اللي الله فتح؟ ما موجود في الكلام، فقط بكم فتح الله، مفعول به ما موجود. يا علماء البلاغة، يا علماء الدلالة، شعدكم هنا من حجي، شعدكم من دلالة، شي يفيدنا لما أمر بآية، لما أمر برواية، لما أمر بكلمة عالم، بكلمة شاعر، بكلمة بكلام، وأجد فعل فاعل المفعول ما موجود. قالوا من دلالتها إذا كان المفعول غير موجود فهي لها عموم لا خصوص له. فإذا سألتك الآن بكم فتح الله، شنو اللي الله فتح؟ إليها عموم، يعني كل شيء في هذا الوجود فتحه بمحمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. إذن عندما نقول بكم فتح الله، هل الوجود بأسره ما يرى وما لا يرى، ما يعقل ما لا يعقل، ما يتصور ما لا يتصور، كل الله فتح وجود من صلوات الله وسلامه عليكم اجمعين. الامر الاول الوجود التكويني، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود التكويني باسره. اول ما خلق الله نوري، يقول النبي صلى الله عليه وآله. إذن أول خلقة، خلقة نور من؟ نبي محمد. هل وجود هذا كل الله بدأ بمن؟ إذن الوجود التكويني الله افتتح بالوجود المقدس لأهل البيت سلام الله عليه، وكذلك الوجود المقامي. شنو يعني المقام؟ تقرأ في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم، يعني يقول لك الله أيها الإنسان يا ابن آدم ترى خلقت سبع أراضي لمن؟ إلك كرامة، إلك هل أرض بما فيها من خيرة كلها إلك أيها الإنسان تحت خدمتك، بعد سماوات سبع لمن؟ قال إلك كرامة، إلك. هل مخلوقات غير الإنس، جن، ملائكة، أجلكم الله، حيوانات غير ذلك، كل هذه المخلوقات يقول إلك أيها الإنسان، إلك أنت كرامة، إلك. إذن هل الكرامة العظيمة للإنسان عند الله مكرم عند الله، عزيز الإنسان عند الله، عزيز اللي بعد إلى بأو 24,000 نبي، 313 رسول كلهم إليك أيها الإنسان، يقول لك الله هذا نظام الحياة امشي عليه، الدين امشي عليه، الشريعة امشي عليها. إذن هذه كرامة عند الله، هل كرامة هذه من الله لبني آدم؟ أول كرامة وأعلى كرامة لمن؟ لكم فتح الله. أول كرامة الله افتتحها لمن؟ لأهل البيت. وأعلى كرامة، إذن عسى أن يبعثك ربك مقاما، مقام محمود، مقام.
إذن الوجود المقامي افتتح أيضا بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الأزل الأول بعد الله عز وجل هو لأهل البيت عليهم السلام. انجي الآن الفتح الحسيني، قلنا أزلية الفتح الحسيني، بنا فتح الله وبنا ختم، من لحق ليستشهد ومن لم يلحق لي لم يدرك الفتح. هذا الفتح الحسيني متى بدأ؟ كربلاء؟ لا قبل. في مكة لما طلع؟ قال لا قبل. في المدينة لما طلع منها؟ قال لا قبل. في ميلاد الحسين؟ أجيبك من ميلاد الحسين وقبل الميلاد. إجا النبي صلى الله عليه وآله وإذا أم أيمن تأخذ الحسين بعد رضيه وساعته قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي مشروع الولد مو يفرح، اللهم أعطي كل محروم ذرية صالحة يا الله. اللي قدموا لولده يستر خاطره، سرور بعد على وجهه، ما طلعت الزهرة وجه نبلة معجرة. أبا ما بك؟ شنو فيك؟ شنو صاير؟ قال الآن نزل جبرائيل وقال لي إن أمتك تقتل ولدك. إذن فيها الوجود. لحظة، من ميلاد الحسين هو في عزاء، في عزاء الحسين. أقول لك وهذا الوجود إلا بدء الخليقة من آدم، من آدم والفتح الحسيني يمشي آدم بين يدي ربه، تلقى من ربه كلمة. ما هي هذه الكلمات؟ ربي ألقيت علي كلمات، وما تلك الكلمات؟ علمني اياها يا رب. اخذ يردد عليه، وصل الى شنو؟ قام الله يردد اسماء. شنو الاسماء؟ ذكر الى اسم النبي صلى الله عليه واله. قل ادم تهلهل فرحا استرخى، ذكر الى اسم الامام علي استبشر، ذكر الى اسم الزهراء استبشر، ذكر إلى اسم الحسن استبشر، ذكر إلى اسم الحسن. ربي ما لك ذكرت أربعة أسماء أدخلت السرور على قلبي إلا الاسم الرابع، ما إن ذكرته انتصر قلبي. ايش فيها الاسم هذا يعصر القلب؟ كلا إنه سبط ولدك الذي يبعث في آخر الزمان، في آخر يوم هذا سبطه. وماذا يكون عليه؟ قال تقتله أمته عطشانا فلا يروى. بكى آدم، بكى آدم. من هنا بدأ الفتح الحسيني. أقول لك أزلية الفتح الحسيني البكى على الحسين من آدم، من خلقة آدم وجميع الأنبياء كلهم في بكاء وعويل وصرخ حسين. لكن يا اليوم هذا شنو صار في الأنبياء والأوصياء والملائكة؟ شنو اللي صار فيهم؟ إذا سمعت عالما أو خطيبا يطلب وقت المقتل الناس تكون، شنو أساس هذا؟
يا مؤمن اللي يقول لك هذه طقوس وعادات وما ادري شنو، هذا يقول لك كلام فارغ. ارجع لروايات اهل البيت، شنو الروايات؟ في مقتل الحسين فصعد اللعين على صدره، عظم الله اجوركم، لما ضربه 12 ضربة شنو اللي صار؟ تقول الرواية رفعت الملائكة رؤوسها من صوامع العبادة تصرخ حسين. الملائكة وقت مقتل الحسين وقفت عن العبادة، وقفت قائمة صفوف صفوف في عزاء الحسين. بعد والأنبياء أيضا وقفت الأنبياء في السماوات كلها وقوف في عزاء في بكاء لمصاب الحسين. هذا كله من اليوم بعد الظهر يا موالي الليلة، مثل هالأوقات هذه من بعد الغروب. الأنبياء وين يا أخواني؟ الأنبياء وصلوا كربلاء اليوم عند الغروب، وصلوا كربلاء. تدري شلون وصلوا؟ يلا اسمع ها وسامحني، أدري بك تعبان لكن مو تعب زينب، مو تعب زينب، ما حد تحمل مصايب مثل زينب. انواسيها الليلة، ما حد عدها، ما حد عندها بتعليم واسيها. واذا بكت النساء تتلوى عليها السياط. اقبل بجدل اللعين يقول دس نفسه بين الاجساد، عندما غربت الشمس وحل الظلام يقول بديت اقترب اقترب اقترب، وصلت الى جسد الحسين. شو تريد من الحسين جثة بلا راس؟ قال اريد خاتما كان يلبسه. يقول وصلت اليه، شفت الخاتم سليم، اردت ان انزعه من خنصره واذا الخاتم ما يتحرك. ليش؟ قال الدم جامد عليه، الدماء جامدة على خنصر الحسين والخاتم ما يتحرك، شي يسوي اللعين؟ واذا به اخذ نصلة سيف وانحنى على كف الحسين، لا زال يحس الخنصر الشريف حتى قطع خنصر الحسين. وحسيناء وحسيناء انتهى اللعين واجا لعين اخر الجمال. يقول كنت اراقب الحسين عند وضوءه وعنده دكة يتحزم بها في سراويله، وقد اعجبتني ولو طلبتها من الحسين لاعطاني اياها انه رجل كريم. يقول جاء ودس نفس بين الاجساد وحل الظلام، يقول يقترب يقترب وصل الى الحسين. يقول وصلت افتش عن التكة وجدتها سامحه. يقول اقبل يحل ربطات الدكة، يقول وكان الحسين قد عقدها عقدا كثيرة، اردت ان احل عقدة منها واذا بالحسين يرفع يده اليمنى يضعها على الدكة، اردت ان ازيح يده لا تتحرك. ايش سوى اللعين؟ اخذ نصلة السيف وانحنى على يمين الحسين، لا زال يحزها حتى قطعه. وحسينا وحسينا. يقول عدت الى التكة اردت ان احلها، يقول واذا الحسين رفع كفه اليسرى وضعها عليها، احركها لا تتحرك وانحنى بنصلة السيف، لا زال يحز كف الحسين حتى قطعه.
هذا برجفة عظيمة بين السماء والأرض، خلت أن السماء وقعت على الأرض. يقول أخذت جانبا وإذا بغمامة تنزل من السماء، ما إن وصلت عند جسد الحسين خرج من الغمامة شيوخ، في مقدمتهم شيخون جليلون مهيبون. يقول تقدم إلى جسد الحسين ولا أشوف من وراه امرأة معصبة الرأس. أزيها أزيها عطى الله لك الأمانة. يقول تقدم الشيخ المهيب عند جسد الحسين وإذا يصيح أبتا آدم أبتا إبراهيم أخي نوح أخي صالح أخي موسى أخي عيسى، هل فعلت أممكم بأولادكم ما فعلت أمتي بولدي الحسين؟ وحسينا وحسينا وإذا الأنبياء صفوف الليلة واقفة عند جسد الحسين، وحدة وحدة واقفة أم المصائب. شو أقول لك؟ واقفة عند الخيمة حرقوا خيامها، ما عندها خيمة، غربة الشمس وزينب ما عندها خيمة، لمت العيال والأطفال تفرحدت في البيداء، أخذت تلمهم في مكان واحد وشافت النساء ولا غطاء لهم، ما عندهم خيمة، شو تسوي؟ الأطفال الطفلان رسلت إلى ابن سعد قبحه الله، تقول له أتدخل الخيام وتترك بنات الرسالة في العطاء؟ أمر بنصب خيمة، نصبت الخيمة، أدخلت النساء وحدة بعد الأخرى تتفقدهم، البنيات الطفلات أدخلتهم وأخذت تنادي بالنساء واحدة بعد الأخرى، فلانة تجيبها البنيات، فلانة تجيبها الصبية، فلان يجاوبوها، أخذت تتفقد تتفقد، لكنها وهي واقفة شافت وحدة ما موجودة، أخذت تنادي بني سكينة، ما جاوبت سكينة، طلعت من الخيمة بني سكينة ما جاوبت، وين راحت سكينة في سواد الليل في ظلام الليل؟ أخذت تدخل تطلع تدخل تطلع، اقترب منها فارس اقترب منها رجل، أمت الله أراك تدخلين وتخرجين الخيمة ما عندك ألك حاجة. قلت لو منهم أنت؟ قال لها حرسي جعلني ابن سعد أحرسكم. حال زينة اختنقت بحولتها، تقول يا عدو الله بعد عيني ابن فضل عباس انت تحرسني؟ قالت لكن ايش اسوي ايش اسوي يا عبد الله؟ ان لنا يتيمة ضائعة لم اجدها بين اليتامى. قال لها انظري ذاك جسد الحسين وهناك سوادة إلى جنب الحسين، وأسمع أنينا يقطع نياق القلوب. ساعد الله قلبها منه إليها بسواد الليل، عظم إليها الأجر وصرخ وحسينا. يلي من الخيمة تطلعين وتدخلين
يا حرمة تضربين أجواك سبع صاحت أنا لي كلفني ابن أمي بحري بأسمة زينب وخاطب أجنبي والله زينب هضيمة تكلم أجنبي قالت أنا اللي كلفني ابن أمي بحر زينب وخاطب أجنبي والله هضيمة لكن يا ظالم ضايعة منا طلعت من الخيمة ولا دري توجهت وين قالها سوادة يم اخوك حسين جنها تتحرك بصفة يتيمتكم اظنها لكن تون لكن تون ويقطع القلب وانهى ويصعب عليك المعركة وحدك تروحين قالت تسوغوني درب للمعركة سامحي صرت تراني مسلبة وما عندي اقناع زينب زينب ما عندها قناع وصدوا تراني مسلب او ما عندي اقناع لا حد يروح صوب اليتيم اخاف ترتاح ومرت تجر ذيل الحزن بين المطاعيم لانها تشوف اليتيمة وهي تنادي يا عيال ضيعتنا بين الاعادي هو يضربونه هو يضربونه وشتتونا بكل وادي اخذت سكينة ضمتها الى صدرها سكنت لوعتها بني سكينة ما الذي أخرجك في ظلام الليل أريد أن آتي وأرى والدي الحسين عمه رأيت وجفت بلاس عمه انظري إن أضلاع أبي الحسين مكسرة قطعت كفاه قطع خمصاه قالت لها بني سكينة سمعتك تتحدثين مع من تتحدثين إيه بعد وأسألك الدعاء مع من تتحدثين قالت لها أنا أتحدث ويا أبوي تتحدثي ويا الحسين اي والله تحدث ويا الحسين قالت لها وشلون يرد عليك قالت ان الصوت يخرج من منحر الحسين ايش قال لك بني ايش قال لك الحسين الصوت اللي يطلع من المنحر ايش قال لك الحسين هذه بعد يلا اذا تقدر تسمع هذه يمكن خاصه لك ايش قال لي سكينة بني سكينة إذا وصلت إلى المدينة فأبلغي شيعتي أهل السماء وعليك السلام يا مولاي قولي له في بارد الماء فليذكر عطش الحسن شيعتي مهما شربتم سمعتم بقتيل أو جريح فانذروني فأنا السبط الذي من غير جرم قتل
قتلوني وفي جرد الخير بعد القتل ظلما سحقوني أبا عبد الله هذه شيعتك تنادي تبكيك عيني لها لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك أباكي كم كربنا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجار إلهنا بالحسين الوجي وجل اجعل اللهم فرجنا بفرج فرج اللهم عن شيعه تقضي حوائجهم يسر امورهم وغفر لنا اعمارهم ارحم محرومهم رد غائبهم اكثر سراهم شافي مرضاهم ارحم موتاهم بموت المؤسسين محمد. ظلت غريبة أقرار ظلت غريب بعد الكفن ها راح المحامي والله هضيمة راح المحامي راح والله هضيمة هالليلة زينة بكرة هالليلة زينة مدهوشة الباب شوف الأحبة صرعى بالرمال صرعى بالرمال باليمن واحد واحد باليمن باليمن باب اقرأ واحد بالشمال محروق الخيام وما عندها خيمة ومحروق الخيام وما عندها خيمة ليلة عظيمة ليلة سلبوا حريق ذبحوا ولي سلبوا حريق وانا تولي حيرتها حيرة شاهد وليها ضلوعها كثيرة عباس أخوها جثة عفيرة عباس عباس أخوها جثة عفيرة ومنطبرة الرأس ومنطبرة الرأس الهامة هشيمة من طبرة الراس ومن طبرة الراس لهامة هشيمة خفي وياي اقرأ ما تقدر تنام ومساهر الليل ما تقدر تنام ومساهر الليل دور اليتامى سحقتهم الخير وذبح الولي حسين
تفتح عليها تبحين حين الشافت قطعت كريمة حين الشافت حين الشافت قطعت كريمة ليلة عظيمة ليلة اي والله ليلة أليمة ليلة أليمة ذبحة ولي وسلبة وحريق ذبحة وسلبة وحريق ابجيها يا عين وللدمعة اللي من قاعد صار زينب تصلي ابجيها ابجيها يا وللدمعة اللي وللدمعة من قاعد صارت من قاعد صار زينب زينب تصلي ما حد يعزي وما حد يسلم ما حد يعزي وما حد يسلم شنو اللي يسلي ها ما غير نسيان ضربه شتيمة ما غير نسيان ضربه شتيمة اي والله ما غير ما غير نسيان ضربوك هالليلة زينة بكرة هالليلة زينة انهدت قواها انهدت قواها هالليلة زينة هالليلة زينة انهدت قواها تمشي وليتها تمشي وراها تمشي ولي ومن شدة الخوف تمسك رداها سكت يتيمة وتبكي يتيمة سكت يتيمة تبكيت شتسوي زينب هاي العشي محتارة سلي سكينة والله رقية لو مقنع عجيب حقها شمية والمن تنخي وتشكي الظليمة ليلة عظيمة ليلة ليلة ألي ذبحة ولينا ذبحة وسلبة ذبحة ولينا ذبحة يلا ختام اريدك تتامل اريدك امسوا يا عباس جفها في جفها امسوا يا عباس جفها في جفها وباجر عليها وصفه يا وصفه بالناقة تركا والناقة عجبا والناقة عجبا وعلى الهزيلة ما تم تقيمة اي والله وعلى الهزيلة ما تم وين بتخدم وين بتخدم يا شاعر من الفجر باكر ينادي المنادي من الفجر باكر
عن الفجر ينادي المنادي جيبوا لهم حنان كتفوا الايادي جيبوا لهم حنان كتفوا الايادي دوم ظهرهم بوادي لواتي دوروا ببعدهم بوادي لواتي وكل شي سلبنا منهم غنيمة وكل شي سلب منهم غنيمة ليلة عظيمة ليلة عظيمة ليلة عليك ليلة عظيمة هالليلة ليلة ليلة عليك ذبحة ولي وسلبة وحريفة ذبحة سلبا وحرم اللهم من حسين وجي وجدي وأبي وأمي وأخي وأسعد المصور أمنين صلى على محمد وآل محمد. إن شاء الله القراءة مستمرة إخواني الليلة القادمة والختام إن شاء الله ليلة 13 القراءة مستمرة الليلة القادمة والليلة اللي بعدها إن شاء الله. هناك مريض محتاج إلى دعائكم إخواني تركتم الدعاء على الحسين لا تنسوا من الدعاء اللهم اشفيه وشفاك عافية للبلاء يا رب العالمين اشفي إلى موتى المؤمنين والمؤمنات إلى موتى المؤسسين وموتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات نهدينا جميعا فاتحة مع الصلوات. اللهم صل وسلم على محمد.